ومؤسساتنا السياسية والعسكرية والاقتصادية يجب أن يكون هناك من يدافع عنها. ما فيش حد فينا ملهوش تحفظات على وضع اقتصادي ولا ممارسة حكومة ولا ممارسة وزارة ولا ممارسة أي هيئة حكومية، ولكن فارق كبير بين أن تسعى إلى الهدم وبين أين أن تسعى إلى الإصلاح. عندما يعم السخط وتزداد وتيرة الغضب جراء بعض المواقف أو التصرفات أو المشاكل أو تداعيات أزمات خارجية وانعكاساتها على بلادنا، انظر حولك، تأمل المشهد، تأمل ما حدث بالأمس في السودان، حيث المجزرة البشعة، حيث سقوط أكثر من 150 شهيد في دقائق رميا بالرصاص. انظر إلى وطن كان بالأمس وطنا لكنه تعرض لمخاطر شتى، انقسم فيه النخبة، انقسمت النخبة بين من يقول حكم القوات المسلحة وبين من يقول حكم مدني. الوضع الآن لا حكم عسكري ولا حكم مدني، نحن أمام كارثة حقيقية تجتاح هذا البلد الأصيل الشقيق. وقس على ذلك في كل مكان، لحظات الرعب تنتاب كل الشوارع والميادين والمناطق المختلفة في بلدان ضحايا ما سمي بالربيع العربي. لم تأتي الديمقراطية، ولم يأتي الإصلاح الاقتصادي، ولم تتعافى الأوطان من أزماتها، ولم يتصدر المشهد الشرفاء، وإنما تمزقت الصورة والخريطة وأصبحنا أمام خرائط متعددة، قتلى في الشوارع، موتى بلا قبور، بلاد منهارة، أوضاع اقتصادية تكاد تصل إلى حافة الهاوية، الجوع انتشر، المرض انتشر، الجهل عاد مرة أخرى، التناحر والفتن والصراعات في كل مكان، لكن هذا الوطن يبقى رغم أنه تعرض ولا يزال يتعرض للكثير من أزمات بفضل قواته المسلحة وشرطته الباسلة وقضائه العادل وشعبه العظيم وقيادته الجسورة. أعرف تماما أن الأوجاع في كل مكان، وأدرك تماما حجم الأزمات التي وصلت إلى قاع البيوت، وأعرف عن يقين مدى الألم الذي اجتاح كثيرا من الفئات الاجتماعية نتيجة الإصلاح الاقتصادي وسوء الأوضاع الاجتماعية، لكنني أعرف في المقابل أن هناك نوايا جادة للخروج من الأزمة، وأننا إذا كنا نتعرض هذه الأيام لمشاكل وأزمات ننتقدها ونقول لصانع القرار بكل صراحة ووضوح ويتقبل كلامنا، لكننا أبدا لم نفقد الأمل، أبدا لم نفقد الأمل في عودة مستوى معيشي جيد لكل الطبقات والفئات الاجتماعية، لمواجهة جادة وأكثر جدية للفساد والفاسدين، من فساد إداري إلى فساد مالي، لأصحاب السمسرة، للمتآمرين على اقتصاد البلاد، للذين يشاركون في استغلال البشر